تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. وللمزيد من التفاصيل يستعرضها لنا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. دائما ما كانت الصورة تتحدث عن نفسها، تعنت قوات الاحتلال في دخول المساعدات الإغاثية يشمل كل الأنواع، حتى هذه السيارات، سيارات الإسعاف التي وقفت لمدة طويلة جدا ومنعت من الدخول، ها هي متواجدة هنا في الأراضي المصرية. حاولت أكثر من مرة، عبرت بالفعل عبر البوابات المصرية، ولكن في الناحية الأخرى تعنت قوات الاحتلال يمنع دخول هذه السيارات. وفي نفس الوقت المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة في أمس الحاجة لجميع المستلزمات الطبية، وأيضا في أمس الحاجة لسيارات الإسعاف بعد أن كانت قوات الاحتلال تستهدف الأماكن المحيطة بالمستشفيات، مما أدى لتدمير سيارات الإسعاف. الصورة دائما كما قلنا تتحدث عن نفسها، حتى في بوابة معبر رفح المصرية فتحدثوا كثيرا عن منع مصر دخول المساعدات، لكن فتح بوابة معبر رفح منذ بدء العدوان دائما ما كان مفتوحا ولم يغلق أبوابه على الإطلاق. تدخل الشاحنات منه متوجهة إلى الناحية الأخرى، أما في الناحية الخاصة بالأراضي المحتلة من ناحية معبر رفح الفلسطيني فقد أخرجت قوات الاحتلال معبر رفح الفلسطيني عن العمل تماما، وأما في معبر كرم أبو سالم فتمنع دخول المساعدات، وفي بعض الأحيان تعرقل دخول المساعدات، تمنع دخول المولدات الكهربائية. على سبيل المثال اليوم لم يدخل إلا 9 شاحنات للوقود، ولم يدخل أي من شاحنات المواد الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أيضا بالإضافة لذلك يعني قوات الاحتلال تعرقل الأونروا والأمم المتحدة من توزيع هذه المساعدات، إما بمنع وصول الأونروا والأمم المتحدة لهذه المساعدات أو توجيهاتها المختلفة للفلسطينيين بالتنقل من مكان لآخر، مما يصاحب توصيل المساعدات للأماكن المتواجد بها المواطنين. وفي بعض الأحيان تتعرض هذه الشاحنات وهذه المواد الغذائية للتلف بسبب تعرضها للشمس لفترات طويلة في الناحية الأخرى في معبر كرم أبو سالم، أو في بعض الأحيان يتم سرقة هذه المساعدات الإغاثية. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.